المقارنه غصاد ايكات ان اللقاء اللي تذكر الجمعيه في سيس من نيوس مادلان في نتمغارت اليوم العالمي لحقوق المراه، ولكن كنين نوسيغيسيان لو فوليا ضنين هو ان راه نساول في ماس التوصيات اللي تذكر اللجنه الامميه للتمييز العنصري في تمازيغت، ولكن نركز اساسا في القضيه المراه الامازيغيه تمغارت تمازيغت كل الاشكاليات اللي دارتي لا نسوس غصب غير اللي تسمناه الدستوري فقط نتمازيغت كلغه رسميه فقط القوانين التنظيميه خاصه القانون 26/16، ولكن الغصب سول ارنتفى انه تمغر تمازيغت سول دارت سوق نتموكريسين باش تلكم سماس المحاكم يعني دارت المشكل حماس العداله الحق نتحماس المعلومه سماس اللغه نس ولا تلايت نس تمازيغ باش تكشم سماس المحاكم ورديسي لا ورديسي لا تمازيغ دونك غصدا تيني انه تم غير تمازيغ دار سول توك تنتغاوسي وين توك المشاكل لا حماس المحاكم لا حل الادارات لا حل المستشفيات لا حتى حل الاعلام الدرسي لي هو نس حماس الاعلام ستو تلايت نس غادي نكون هنا في دنوشكا غصدا نساول في التوصيات اللي دفقنا المغرب ولكن نساول حتى في قرار اللي تذكر امسلين تمغار تمازيغ دماسنا المنظمه تماينوت اللي ساون في كاع يعني المسائل اللي داري لا اللي تيني دات الاولويه اللي كان الاعلام دماسنا القضاء دماسنا التعليم دونك غصد نوشكات باش اولا ان بلي هاتي نسكر المؤسسات التنسيقيه امازيغيه بين صوت المراه الامازيغيه منظمه تماينوت باش التنسيقيه انت تري تابعه توصيات اللي تسكرين في المغرب باش تتابعها يسرى ديلين تحت السياسات العموميه الى اي حد الدوله دارت النيه باش تفعيل الطبع الرسمي نتمازيغ باش يحل المسائل افلاس نسكريات المرافعه كنتين كجمعيات ولكن ايضا دمسنا الحضور الاعلام الجمعيات اللي كله داري لا اللي تخدمني في القضيه ولا الملف نتمازيغت.